الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجب على البنت الإنفاق على والدها كدفع أجرة سائق ونحو ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كانت البنت قادرة ماليا وكان الوالدان يحتاجان إلى شيء من النفقة، فإن الواجب على هذه البنت أن تنفق على والدها وعلى والدتها بالمعروف، هذا إذا كانت قادرة باعتبار المال. فوجوب الإنفاق على الوالدين هو حكم شرعي، ومن المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر أن الأحكام الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز. فإذا كانت البنت قادرة باعتبار المال على أن تيسر أمور والديها وأن تنفق عليهما وأن تقضي حاجاتهما، فإن الواجب عليها أن تفعل ذلك ولا جرم. وأما إذا كانت البنت عاجزة ولا حيلة لها ولا قدرة على الإنفاق، أو أنها لا تستطيع أن تنفق إلا في حال دون حال، فإنه لا يكلفها الله عز وجل إلا ما أتاها. فالتكاليف الشرعية لا تجب إلا على القادر. فإذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاجتها، فيلزمها أن تنفق على والديها قدر حاجتهما دون أن تنقص من حاجاتها وأما إذا كانت عاجزة فلا حرج عليها، ويدخل في ذلك الإنفاق عليهما في كل ما يتعلق بحاجة من حاجاتهما من طعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك. فإذا كان الوالد لهذه البنت محتاجا إلى سائق يوصله لحاجاته، ولم يكن عند الوالد شيء من المال ليعطي هذا السائق أجرته، وكانت البنت قادرة ماليا على إعطاء هذا السائق أجرته أو راتبه الشهري، فلا جرم أن الواجب على البنت أن تدفع أجرة هذا السائق كل شهر. وأما إذا كانت عاجزة فإنه لا حرج عليها. فإن قلت: وهل يلزمها الاستدانة في هذه الحالة؟ الجواب: لا يلزمها الاستدانة، ولا يجب عليها أن تستدين لتقضي حاجة والدها. فإن قلت: وهل يجب عليها أن تطالب زوجها بهذه الأجرة؟ الجواب: الزوج لا شأن له بوالدك، ولا حق لك أن تكلفي زوجك بأن يعطيك أجرة هذا السائق كل شهر. فإن قلت: وكيف نفعل في هذه الحالة؟ فنقول: إن المتقرر عند العلماء أن القريب يجب عليه الإنفاق على قريبه المحتاج إذا اضطر إلى نفقته. فإذا كان الوالد لا يجد شيئا من المال وكان مضطراً أو محتاجاً الحاجة الكبيرة إلى هذا السائق، ولم يكن أحد أولاده عنده القدرة في إعطاء هذا السائق راتبه الشهري، فإن الواجب على القريب من العصبات لهذا الوالد أن ينفق هو عليه، لأن المتقرر عند العلماء أن الغرم بالغنم. فكما أن هذا الرجل لو مات ورثه أقاربه فيغنمون من ماله، فكذلك إذا اضطر واحتاج إلى نفقة قريبه فالواجب على القريب أن ينفق على قريبه عند الحاجة إلى النفقة عليه. وعلى كل حال، فلا يجب على البنت أن تنفق على والديها إذا كانت عاجزة، وأما إذا كانت قادرة فيجب عليها ذلك، والله أعلم.